أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز أن تصلى سنة الوضوء وسنة الطواف وسجود التلاوة في أوقات النهي؟ أما سنة الطواف فنعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع أحدا، يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار، فتفعل ركعتي الطواف بعد الطواف في أي وقت بنص هذا الحديث. وأما سجود التلاوة فالصحيح أنه ليس صلاة، وإنما هو عبادة مستقلة، ليس صلاة ولا يأخذ أحكام الصلاة، لا يفعل في أي وقت. نعم.